بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجه عايز اتكلم فيها الكابتن احمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طلع كده بجملة خزعبلية زي جملة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والشرق الأوسط شاء من شاء وأبى من أبى. أحمد سليمان قال إن صفقة ميشالاك هي أسرع صفقة تمت في تاريخ مصر، وده ليه؟ بسبب شعبية الزمالك في الدول العربية. بس عايز أوضح للكابتن أحمد سليمان ان اللي كسبان في الصفقه دي هو النادي السعودي وليس نادي الزمالك. الزمالك كسب فنيا لعيب تقيل، لعيب كويس على فكره، مش لاك، وهيثبت ده خلال الموسم، لكن اللي كسبان اكتر هو النادي السعودي. النادي السعودي شال من على كتفه هم دفع المرتب كامل، مرتب العقد كامل للاعب، لان لو ما كانش شاف له صرفه كان هيضطر النادي السعودي انه مش يسيبه كده ببلاش، لا كان هيضطر يدفع له باقي عقده بالكامل. النهارده جات لهم فرصه على الطبطاب ان يدفع نص مرتبه لمده سنه، وانت تدفع النص التاني، ونطلع نضحك على بتوع الزمالك بكلمتين حلوين ان احنا زملكاويه وبنحب الزمالك منذ الصغر وبنعشق الزمالك، بس في الاصل احنا معلمين على الزمالك، احنا لبسنا الزمالك السلطانية. ان انا تخلصت من عبء لاعب عندي كان هيطالبني بثلاث سنين العقد بتاعه، وكمان مش بس كده، ده انا لقيت زبون لقطة هيدفع معايا نص العقد، نص المرتب بتاع السنة، ولما تخلص السنة نبقى نشوف، يمكن الزمالك يعجبه الولد وياخد بقية عقده ويشيل هو هم المرتب اللي كان من المفترض يدفعه النادي السعودي. رضا العزب واحد من اللاعبين اللي شاركوا في نادي الزمالك ولعبوا النادي الزمالك، عشان بس الناس ما تقولش احنا جايبين واحد اهلاوي يهاجم زيزو. دايما بقول ان زيزو لاعب كويس لكنه مش اللعيب المؤثر، لكنه مش اللعيب الاسطوره، لكنه مش اللعيب الدولي. والدليل على ذلك حتى الزمالك وهو بيكسب السوبر الافريقي، لا زيزو اللي سجل هدف التعادل، ولا زيزو اللي صنع هدف التعادل، ولا زيزو حتى شاط ضربه جزاء من الضربات الاربعه اللي شاطهم نادي الزمالك. وبالمناسبه لو كان وسام ابو علي سجل الخمسه اللي خبطت في العارضه ما كانش زيزو هيشوط، لان زيزو كان خايف. زيزو كان خايف. فرضا العزب قال لك مفيش لاعب في الدوري المصري، تعليقا على ان زيزو عايز 90 مليون، قال لك مفيش لاعب في الدوري المصري يستاهل 5 مليون جنيه. وزيزو من ضمن اللعيبه دي. يعني زيزو لو هنقيمه 5 مليون جنيه في السنه. وبعدين هو عمل ايه في ماتش القمه قدام النادي الاهلي؟ انا مش هسال هو عمل ايه قدام النادي الاهلي في ماتش القمه، هو عمل ايه في كل الماتشات؟ هو عمل ايه في كل البطولات؟ زيزو لاعب غير مؤثر على الاطلاق، لا دوليا مع منتخب بلاده، ولا قاريا مع فريقه، ولا محليا. هي الفكره بس اديني ضربه جزاء اشوطها واحرز اهداف ويبقى انا زيزو الهداف. عايز اقول بنات النادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي في كره القدم أخرسوا الجميع. بقالنا أسبوع جمهور النادي المنافس عمال يحتفل وعمال يحفل بالاحتفالية الشهيرة بتاعت النوم بتاعت رامي ربيعة. عشان تيجي لاعبات النادي الأهلي لكرة القدم في أول ماتش يلعبوه قدام الزمالك في قلب الزمالك في قلب 100 عقبة، ويقعدوا يحفلوا بعد الماتش تحفيل بالاحتفاليه بتاعت رامي ربيعه عشان يخلوا جمهور الزمالك ياكل في نفسه. يعني جمهور الزمالك عمال يحتفي ويحتفل بالبتاعه دي بالطريقه دي،
فتقوم بنات النادي الاهلي في كل حته جوه 100 عقبه عمالين يحتفلوا باحتفاليه رامي ربيعه. انا بس عايز اوضح للاخ منتصر الرفاعي اللي بيقول ده صحفي يا جماعه، منتصر الرفاعي ده صحفي، عشان بس هو يعني مجهول الهويه للبعض. لما تقول منتصر رفاعي في ناس كتير ما تعرفوش. فمنتصر رفاعي نزل صوره البنات بتوع النادي الاهلي وهم بيحتفلوا على طريقه رامي ربيعه، قال لك ده احتفالنا في نهائي بطوله قاريه. ايه التقليد ده؟ انتوا قلودين قوي يا اهلاويه، انتوا قلودين قوي قوي قوي. انا بس عايز اعرف منتصر رفاعي اللي محسوب علينا صحفي ان الاحتفاليه دي بتاعت رامي ربيعه حتى قبل ماتش السوبر. الاتحاد الافريقي يا جماعه طلب من كل لاعب يتصور ويعمل احتفاليه هيعملها لو جاب جون او عمل حاجه في الماتش. فرامي ربيعه دي فعلا الاحتفاليه بتاعت رامي ربيعه في الاتحاد الافريقي، وعلى موقع الاتحاد الافريقي الصوره موجوده. يعني مش احنا اللي بنقلد يا منتصر يا رفاعي. تحت شعار مش عارف ايه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. مش احنا اللي بنقلد. مش احنا اللي عمالين نعد جمع، واخد بالك، الجمعة الأولى والجمعة الثانية والجمعة الثالثة، احنا اللي اخترعنا موضوع الجمع في البطولات. تمام؟ احنا كل حاجة انتوا بتقلدوها. فما يبقاش العيب فيك وتجيبه في النادي الأهلي. ما زال الصياح موجود. أحمد الطيب المعلق الزملكاوي الشهير قال لك حتى في الكرة النسائية خطأ واضح. واضح جدا لم يحتسب. سجل منه الاهلي على الزمالك هدف الفوز بالثلاث نقاط. الى متى والتاريخ سيسجل ان اول لقاء بين القطبين فاز به الاهلي، وقد يفوز الاهلي بالدوري بهذا الفارق من النقاط في نهايه الموسم، وقد يتسبب هذا الخطا في اقاله الجهاز الفني للزمالك قريبا رغم انه مظلوم، الى متى تستمر هذه الاخطاء؟ انا مبسوط جدا. انا فرحان جدا. بجد والله فرحان ومبسوط. إن بنات النادي الأهلي عملت فيكوا ده كله. إن بنات النادي الأهلي عكننوا عليكوا في قلب 100 عقبة. عكننوا عليكم في قلب 100 عقبة. والله مبسوط. والانبساط الأكتر إن الصحفيين الزملكاوية اللي محسوبين علينا صحفيين طالعين يردوا على شوية بنات. ويا ريتهم بيردوا رد عقلاني ورد منطقي، لا ده طالعين يهرتلوا اي كلام وخلاص. يهرتلوا اي كلام وخلاص. تعال نروح لوكيل زين الدين بالعيد السيد علي كرماني. زين الدين بالعيد اللي كان خلاص في الاهلي، لاعبا في الاهلي. ولكن فجأة انقلب الحال رأسا على عقب وتحولت وجهة اللاعب من القاهرة إلى بلجيكا. علي كرماني وكيل اللاعب زين الدين بالعيد قال إن كل التصريحات اللي أدلى بها الجزائري القندوسي صحيحة. لما تسأل عن هل حد طلب منك أو طلب من اللاعب إنه يدخل وكيل آخر غيرك في الصفقة؟ قال أيوة. لكن ايضا كانت هناك الكثير من الاخطاء التي ارتكبت خلال الاشهر الثلاثه او الاربعه من اهتمام النادي الاهلي ببلعيد. انتوا متخيلين؟ الاهلي بيفاوض في بلعيد ثلاث اربع شهور، ده مصيبه سوده. ده مصيبه سوده. يعني بعيدا بقى عن موضوع السمسره والعمولات، لما يبقى في لاعب بفاوضه ثلاث اربع شهور وفي الاخر يمشي مني، ده انا لجنه التعاقدات ديت امسحها باستيكه. ليه؟ وكان بيمتحن دور اول ولا دور تاني ولا فصل دراسي اول ولا فصل دراسي تاني؟ علي كرماني اتسال تاني وقال فعلا كان في اربع وكلاء في الصفقه بتاعت زين الدين بالعيد، كان في اربع وكلاء، وده معناه ان العموله ال 10% هتتوزع بين الاربعه كل واحد منهم 2.5، وكمان ما كنتش من ضمن الصفقه، كانوا بعديني بره الصفقه لأنني لم أثق في هذا الشخص الذي تواصل معي وكنت على حق في هذا الأمر. قصده على مسؤول التعاقدات اللي كان بيتفاوض معاه عشان يضمه أحمد زين الدين بالعيد.
عشان يضمه زين الدين دولعيد. الحق فين؟ انا ما اقدرش اكد على كلام وكيل زين الدين بالعيد. الحق هيظهر في تحقيقات النادي الاهلي. ما سيقدمه الكندوسي ووكيله من ادلة اعتقد هتكون كفيلة بحسم كل الامور. سواء كان القندوسي صادقا او كان القندوسي كاذبا. سواء كان القندوسي لديه ما يثبت صحة كلامه أو ليس لديه ما يثبت صحة كلامه فيما يخص أزمة التعاقدات والسمسرة اللي بتحصل وفرض وكلاء بعينهم على اللاعبين. بمناسبة النادي الأهلي وماتش الأهلي والزمالك، خرج علينا مدرب الزمالك الباد لوزر، ومعرفش ليه أغلب ماتشات الزمالك بتبقى فيها باد لوزر. قال ان الاهلي كسب بالتحكيم، مش بس كده، لا ده احنا كمان هنقدم احتجاج نطلب فيه بالثلاث نقاط، لان الاهلي اشرك لاعبة اسمها رودينا عبد الرسول، وهذه اللاعبة موقوفة اساسا من الموسم الماضي، واحنا الاحق بالثلاث نقاط. طبعا هو عارف بيلعب على ايه، هو بيعمل كده عشان كده كده مش هيتحسب الثلاث نقاط، فيخرج جمهور الزمالك تحت مؤامرة جديدة ويقول لك لك الله يا زمالك، اهو لاعبة المدرب بتاعنا بيقول انها كانت موقوفة ولعبت، ومع هذا الاهلي خد الثلاث نقاط. نادي الاهلي معاه مستند تم تقديمه لكل البرامج والمواقع، خطاب رسمي من اتحاد الكورة بيفيد ان اللاعبة المذكورة وكل اللاعبات اللي دخلوا قائمة المباراة لا يوجد أي مانع إداري يمنعهم من المشاركة في مباراة الزمالك. نادي الأهلي عنده خطاب بتاريخ 16/9 إن مفيش حاجة تمنع لاعبة النادي الأهلي من التواجد في هذه المباراة. النهاردة كان في جلسة لإمام عاشور، أو مش جلسة، كان محامي الخصم فرد الأمن، أو واحد معرفش اسمه الصراحة، واحد بيدعي إنه محامي فرد الأمن، طلع بتصريحات ضد إمام عاشور. قال لك أنا بلمح لك أهو يا إمام، أنا بلمح يا إمام، أيوة أنت يا إمام، داليا جاتلي وهرفع عليك قضية ومش عارف إيه والكلام ده كله. وانت مش ماشي عمال تخبط في الناس وتضرب في الناس عشان خاطر مراتك، امال لو كنت كريستيانو رونالدو ومتجوز جورجينا كنت هتمشي الدبابة وكنت هتمشي وتعمل وتسوي. في بعض الشخصيات بتبقى محتاجة شهرة، في بعض الشخصيات بتبقى قاعدة للصدى واللقطة. ايه ده، انت نجم كبير ضربك؟ لا تعالى حبيبي اجيب لك حقك يا بابا، انا حامل حمى حبيبي، تعالى بابا واعمل لي توكيل بس. وابدا بقى الف على المواقع والبرامج والقنوات، انا فلان الفلاني حامل حمى للاستاذ علان العلاني اللي ضربه الشخص المشهور، وابدا بقى الف على اي حد يتضرب من حد مشهور يعمل لي توكيل، وابدا اصيط نفسي واشهر نفسي. اتمنى من امام عاشور اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد هذا الشخص. مش معنى ان حضرتك محامي انك تطلع تتريق عليا او تسخر مني او تلمح وتلقح بالكلام عليا. امام عاشور خد اجراءاتك القانونيه ضد اي شخص، انا والله ما اعرفه ولا يشرفني ان انا اعرف اسمه كمان. ما هو مش كل واحد يطلع يبحث عن الشهره هنقعد ندور وراه ونقول عليه اسمه ايه عشان نحقق له هدفه. عشان نحقق له هدفه. هو غاوي شهره؟ غاوي يركب ترند على حس لاعب النادي الاهلي امام عاشور. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ورايكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام عليكم.